كلنا بأكيد وصلنا على فقرتنا التالية، بس عن جد قديش حلو المنظر نحن وداخلين وعجقة الناس اليوم. أول يوم افتتح الدار لحفلة جوقة الفرح، يعني الناس مثل ما شايفين كتير عجقة عم يكون على البطاقات، واقفين من 6 الصبح كانوا عم يخبرونا قديش هيك حلوة أجواء الميلاد وأجواء الحفلات ترجع. هذا بينعكس على الشارع انه قديش في جو عيد بالشارع السوري حتى يا انت ليا، مانك قدراني تستني للعيد وانا بدي كمان بطاقات. البطاقة. لكن أولى محطاتنا لليوم رح نتعرف فيها أكثر على دور فن التمثيل بدعم القضايا المجتمعية وبالأخص المسرح لقربه من الجمهور وقدرته على شد انتباه المتلقي بشكل أكبر. فضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، اختتمت حملة تعليم المرأة يصنع السلام الذي أقامته مطرانية السريان الكاثوليك، مركز الإغاثة والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. كان الختام مع عرض مسرحي يجسد العنف ضد المرأة وحمل عنوان تاء التأنيث المتحركة. لنحكي أكثر عن العرض المسرحي وفن التمثيل معنا مدير فريق إنجاز للتمثيل الكوتش سعيد سلام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا أهلا فيك. أهلا فيك كوتش. يعني بالبداية تاء التأنيث المتحركة هي عنوان المسرحية، خلينا نحكي أكثر يمكن عن أول شيء هالعنوان، خلينا نحكي يمكن ليش اخترت هالعنوان وبعدين خلينا نغوص هلا هي بالتفاصيل. دائما باللغة العربية تاء التأنيث ساكنة. هلا نحن لازم بقى تتحرك لانه الانثى هي نصف المجتمع ولازم يكون عندها خطوات بالمستقبل كثير مهمه يعني. فهذا السبب اللي اخترنا هذا الاسم يكون عنوان المسرحيه. يعني منحازه للمراه بهي المسرحيه. ما فينا، هي عمليه تكامليه بين الرجل والمراه. لا انتم فيكم تعيشوا بلانا ولا لا. صحيح. من الاخر مشان ما كثير يصير في اخضاع. طب يمكن هي العنوان لحاله بجسد فحوى المسرحيه اللي هي طبعا العنف ضد المرأة. خلينا نحكي عن الرسائل اللي قدمتوها بهالطابع الكوميدي، كيف فصلتوا بين هالموضوع الجدي واعطيتوها الطابع الكوميدي؟ هلا اول شغله هي المسرحيه اعتمدت بتاليفها، مؤلفها الاستاذ مزاحم عليان، هو احد افراد فريق انجاز. نعم. نحن قرينا كثير عن تعنيف المرأة، عملنا ابحاث كثير على هذا الموضوع، وحاولت قدر الامكان حط كل المشاكل بتعنيف المرأة ضمن هاي المسرحية. نعم. وقت اشتغلناها كان الإطار العام تبع المسرحية درامي كتير وفي أساوي كتير. فكان التحدي أنه نضيف طابع كوميدي للمسرحية، والحمد لله قدرنا ننجح أنه نعمل مزج بين الحزن والضحكة بنفس الوقت. يعني كان المشاهد ياخد مشهد درامي كتير قاسي، في ضرب، في حالات اغتصاب أحيان، وكان في ضحكة بعد منه. نعم. واحدة هيك واحدة هيك، لأن نفرجي العالم المجتمع أنه مو المجتمع كله عنف، كمان في أسر سعيدة وحلوة وفي حالات حب حلوة بالبلد يعني. فحاولنا ننقل المجتمع السوري كله من خلال هالمسرحية. نعم. يعني خلينا نحكي هيك أكثر على كواليس العمل، كيف كان الحضور، كيف كان التحضيرات يلي يمكن صار لكم فترة عم تحضروا لها لليوم، يمكن عملتوا هذا العمل وشفنا إقبال مهم من الناس. هلا اول شيء التوفيق من الرب يعني، الحمد لله. اول شغله هي من شهرين اللي احنا ببروفات مستمره على المسرحيه، كان عندنا مشكله واجهتنا انه المسرح غير مجهز بالاضاءه وبالصوت، فاضطرينا كمان نعيد تصميم الاضاءه والصوت مره ثانيه. البرد اللي عاشوا الممثلين والفنيين معي كان كثير صعب، يعني 4 5 ايام كانت بروفات طويله صعبة كتير، بس بالمحبة والنوايا الطيبة اللي كانت موجودة قدرنا نعمل عرض يسعد العالم يعني، الحمد لله. يعني بشكر كل فريق اللي كان موجود، فنيين وممثلين كانوا كتير على قد المسؤولية بهذا الموضوع. نعم، نحن بنوجه لهم كمان التحية، ورح نروح نشوف كمان شوي من العرض المسرحي ونرجع نتابع الحدث. أوكي.
طول عمري بقول من البنات لحد الممات راسك الكبير هاد ما رح يجيب لي غير المشاكل وكله عم يوقع فوق راسي انا كل اللي حوالي ما عندهم يشوف بنتك شو عملت اسمع بنتك شو ساوي ما تابعنا لقطات من مسرحية التأنيس المتحركة. خلينا شوي نحكي أكثر عن فريق إنجاز وخلينا نحكي يمكن عن مهام فريق إنجاز. هلا فريق إنجاز هو أحد فرق مؤسسة تمكين للتنمية. نحن مختصين بشيء اسمه تدريب تمثيل تفاعلي. وشيء جديد كثير اسمه الارتجال الكوميدي. ارتجال كوميدي هو اللي احنا بنطلع على المسرح بناخذ كلمه من الجمهور وبنبني عرض فوري بدون تحضير كامل يعني احنا بنعتمد على مواهب بتتدرب عنا بتتجهز وبعدين نطلع باعمال متعدده بتتدربوا مع بعض ما في حدا في منهجيه متخصصه لا في منهجيه متخصصه قديش وقت التدريب بيكون هلا في ممثلين هلا هذا العرض كان فيه ميزه انه في 3 ممثلين لاول مره بيطلعوا في ممثلين خبراء في حدا خريج مصر في حدا من 2003 عم بيشتغل في حدا له سنه عم بيشتغل معي فكانت التوليفه كثير مهمه بس احنا بنشتغل ضمن منهجيه خاصه فينا بالتدريب يعني بنعتمد على مدرسه الصدق الكامل يعني اللي احنا صادقين كثير بعمليه الارتجال كثير صعب يعني هذا بده سرعه بديهه بده تدريب بده تكنيك محدد بده هدوء وتركيز فظيع يمكن هو بدك تعيشي اللحظه واهم شغله انه احنا سوريين ما بيصعب علينا شيء يعني خلينا نحكي كمان بما انه عم تحكي ليا عن يمكن الستاند اب كوميدي او الارتجالي اللي هلا عم نشوفه كثير دارج او شائع بالعروض المسرحيه واللي عم بيلامس هلا الستاند اب كوميدي شيء هو بس انه انت بترسلي نكت يعني بس اتجاه واحد الارتجال الكوميدي مو نكت هو كوميديا مبنيه على شخصيات عرض مسرحي كامل بيصير بيكون في تفاعل مع الجمهور وبنحكي مشاكل الجمهور يعني احنا بنشوف شو في مشكله بالاسبوع وبنشتغل عليها طيب حلو هذا الحكي قد ايه كان الفن قادر انه يحمل قضايا المجتمع عبر طبعا الاداء المتميز وقد ايه العروض المسرحيه اللي عم تحمل قضايا بتهم المواطنين او الشباب السوريين مهمه خاصه هلا نحن عم نعيش فتره يمكن يعني متارجحه فتره ازمه يعني موجودين أزمة. تمام. هلا اول شيء الضحك والكوميديا هي من احد صارت فروع الطب التكميلي يعني كثير في لك تعبري من خلال الدراما وهي خاصه بالازمات بتكثر هي القصص حتى لو ما في ازمات انت احنا عندنا دائما قلق وتوتر دائما موجودين في فالكوميديا بتساعد كثير على هذا الموضوع
نحن من خلال المسرح او السينما بنقدر نقدم كثير قضايا ونقدم كثير حلول، حتى فينا نرسم بوعي الناس المستقبل كيف بده يكون. نحن في كثير شخصيات اسطوريه اثرت فينا، الابطال، في ايحاء، علم ايحاء بيشتغل من خلال الفن، فينا نشتغل عليه، يعني من خلال الفن فينا نشتغل على اللاوعي عند المشاهدين. كثير مهم الرسائل، وفي رسائل من برا غربيه عم تجي كثير عم بتاثر باطفالنا، بعقولنا، بمجتمعنا، فلازم يكون في رساله مضاده من عنا موجوده. صحيح. بالختام وعلى السريع، فريق انجاز شو عنده على كريسماس؟ تحضيرات، وتحضيرات ايضا نهايه عام 2017. هلا اول شغله نحن ان شاء الله في شيء على كريسماس بس بابا نويل وهيك، حابين نقدم للاطفال شيء كثير مهم مع مؤسسه تمكين، يعني عم بتحضر شيء لهذا الموضوع. السنه الجايه عنا 12 عرض مسرحي اتفقنا عليهم، اهم عرض هو اسمه الفهم واللزوم، هو لذوي الاحتياجات الخاصه. نحن عنا 12 ممثل ذوي احتياجات خاصه، ممثلين اشتغلوا هون على دار الاوبرا، فان شاء الله في شيء كثير حلو. وانا مصر انه باي شيء اقدم ضحك او كوميديا، يعني بحد ذاته انا بلاقي انه البلد بده ضحكه، يعني ما في احلى من الضحك، هو دواء لكل الالام، ضحكه بتخسر كل الاوجاع. خلينا نحكي هيك، خلينا لكان نتمنى لكم التوفيق بالعام الجديد، ان شاء الله سنه خير، وبالتوفيق لفريق انجاز. شكرا كثير لكم، وكل عام كل عام وانتم بخير سوريا، والرحمه لشهداء وطننا كمان. ميرسي، شكرا لك كوتش سعيد، وسلام اكيد لك الفريق انجاز. موفقين. شكرا. موفقين. ميرسي. شكرا.